بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الخيار. بدأ الشيخ يتكلم عن بعض الأحاديث التي وردت في الخيار، إذ قد وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع متعددة من الخيارات في البيوع. وعندما نقول إن الخيارات في البيوع فإنها تشمل كل سائر العقود المتعاقد عليها، سواء كانت العقود عقودا معاوضة أو كانت عقود تبرع، فإن الخيار يثبت في جميعها. وقد ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أن الخيارات على 7 أنواع، وزاد بعضهم ثامنا، وهو الشيخ مرعي في غاية المنتهى، فقد زاد نوعا ثامنا، ومر علينا بعض هذه الأنواع، وسيأتي بعض آخر بمشيئة الله عز وجل منها. مما مر معنا حديث أبي هريرة في المصرات، وحديث المصرات من حديث أبي هريرة وغيره يثبت به أهل العلم خيار التدليس. ومن ذلك ما مر معنا حديث ابن مسعود في خيار الاختلاف في الثمن بين المتبايعين، ومن ذلك الخيار في اختلاف الصفة، ومن ذلك الخيار في الغبن، وسيمر معنا أيضا، والخيار في وجود العيب في السلعة أو في الثمن والمثمن معا، وغير ذلك من أنواع الخيارات التي ذكرها أهل العلم وفصلوها في كتب الفقه. أول حديث في الباب هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان. قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع أتى بصفة أو بعقد البيع، وليس المراد عقد البيع الذي فيه تمليك فحسب، بل إن سائر العقود تأخذ حكمه، فعقد الإجارة وعقد الهبات وهي عقود التبرعات تأخذ الحكم، فإن خيار المجلس يثبت في جميعها يثبت فيها جميعا. وإنما تنازع أهل العلم في نوع واحد من العقود هل يثبت فيه خيار المجلس أم لا، وهو عقد الصرف. فهل يثبت في عقد الصرف خيار المجلس أم لا؟ فقد جاء عن أحمد رواية أن الصرف لا يثبت فيه خيار المجلس، والرواية الثانية أنه يثبت فيه خيار المجلس، وهي المعتمدة عند المتأخرين. وبناء على ذلك فإننا نقول إن سائر العقود يثبت فيها خيار المجلس. وقوله الرجلان، طبعا لا شك أن وصف الرجل وصف طردي، فالمقصود أن كل من تبايع وتعاقد، سواء كان رجلا أو أنثى، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وسواء كان أصيلا أو وكيلا، فإن الخيار يثبت لصاحب الحق أو نائبه. قال: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. هذه الجملة تثبت نوعا من الخيار، وهو الذي يسمى بخيار المجلس. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في الصحيحين، وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وثبت عند أهل السنن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسيمر معنا بعد قليل إن شاء الله. إذن فحديثان صحيحان لا مطعن فيهما في ثبوت خيار المجلس لكلا المتبايعين. ولذلك عجب بعض أهل العلم ممن روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ثم لم يعمل به، ولذلك شدد بعض أهل العلم كابن أبي ذئب وغيره في ترك العمل بهذا الحديث، لأنه صحيح ولا يجوز تركه وترك العمل به لمحض الرأي. وما نقل عن بعض أهل العلم من عدم العمل به فإن هذا ليس تركا للعمل لأجل مخالفة الرأي، ولربما كان توقفا فيه. فقد ذكر بعض المحققين أن عدم عمل الإمام مالك رحمة الله عليه بهذا الحديث إنما هو توقف في فهمه، وليس ترك
واطراح له، وفرق بين التوقف وفرق بين ترك الاطراح. فإن الإمام مالكا رحمة الله عليه لما روى هذا الحديث قال إن عمل الناس على خلافه أو عمل أهل المدينة على خلافه، فهو من باب التوقف، كذا قرر بعض أهل العلم وأومى إليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي وبعض أهل العلم في هذه المسألة. إذن هذه المسألة تتعلق بخيار المجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فكل واحد منهما، إذن البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر بالخيار، له حق الاختيار بين إمضاء العقد وبين فسخه ما لم يتفرقا. وسيمر معنا بعد قليل إن شاء الله أن المراد بالتفرق تفرق الأبدان لا تفرق الأقوال. وقال وكانا جميعا أي وكانا متعاقدان حاضرين في مجلس واحد، فإن افترقا بأبدانهما واختلفا في مجلسهما فإنه حينئذ لا يثبت الخيار أو ينتهي الخيار ويكون لازما العقد. وبناء على ذلك فإن العقد في مدة الخيار أو في مدة الخيارين، لأن الفقهاء دائما يقولون هو في مدة الخيارين، أي في مدة خيار الشرط وفي مدة خيار المجلس، يكون العقد موقوفا على إذن من له حق الاختيار. يكون العقد موقوفا على إذن من له حق الاختيار. فالعقد في خلال المجلس عقد صحيح وهو لازم، لكنه موقوف على إذن من له حق الاختيار، ولكنه صحيح لازم. ولذلك فإن هذا الإذن يسقط بالوفاة، يسقط بالإسقاط كما سيأتي معنا بعد قليل، يسقط بانتهاء أمده وهو التفرق بالأبدان. هذه الأمور الثلاثة هي التي تسقط خيار المجلس. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أفصح الناس ولا شك، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا هذه زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فإن هناك فرق بين ما لم يتفرقا وبين قوله ما لم يفترقا. فإن يتفرقا تدل على أن التفرق ليس بالأقوال فحسب، وإنما هو تفرق بالأبدان. ولذلك جاء أن ابن الأعرابي اللغوي المشهور الكبير أنه سأل شيخه المفضل عن الفرق بين التفرق والافتراق، فقال إن التفرق يكون بالكلام والافتراق يكون بالأبدان. فيقول فرقت، لا، التفرق يكون بالأقوال والافتراق في التاء التي بعد الفاء تكون بالأبدان. ولذلك قال ما لم يتفرقا، لو قال ما لم يفترقا لقلنا إنها بالأبدان، لكن قال يتفرقا بالتشديد، فلما شددها فيقال فرقت بين اثنين أي بأبدانهما، وفرقت أي بالكلام. إذن فزيادة المبنى زيادة في المعنى، ولذلك أهل اللغة يعرفون أن التفرق إنما هو بالأبدان لا بالأقوال كما زعم بعض المتأخرين ممن لا يعمل هذا الحديث. هذا الحديث أيضا أو هذه الجملة مما يؤيد على أن المراد بها إنما هو الأبدان فهم ابن عمر رضي الله عنهما، فقد كان ابن عمر إذا أراد كما سيأتي بعد قليل أنه كان إذا أراد أن يلزم البيع مشى خطوات، ففهم أبو ابن عمر رضي الله عنه وأبو برزة أن المراد بالتفرق إنما هو تفرق الأبدان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفترقا وكانا جميعا أيضا يؤكد على أن المراد بالتفرق إنما هو تفرق الأبدان. هذه الجملة قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، هذه الجملة تدلنا على مسائل من الفقه. المسألة الأولى فيها دليل على إثبات خيار المجلس، وهذا لا شك فيه، ومن توقف فيه من أهل العلم أو تأول فلا شك أن قوله بعيد عن ظواهر النصوص للأحاديث الصحيحة التي عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثاني أن أمد خيار المجلس إنما هو التفرق بالأبدان، وبناء على ذلك فإنهم قالوا إن العبرة بالبدن، فلو طال أمد البدنين في المجلس
كأن نام أحدهما أو نام جميعا في المجلس، فإن الخيار يستمر ويبقى إلى حين التفرق بالبدن، فلا بد أن يتفرقا بأبدانهما. قالوا: وصورة التفرق بالبدن؟ قالوا: له حالتان. الحالة الأولى أن يكون المكان الذي تعاقد فيه المتعاقدان محاط بسور، كأن يكون في دكان ونحو ذلك، فإن الخروج من هذا الموضع الذي تعاقد فيه فإنه يكون منهيا بخيار المجلس. والحالة الثانية أن يكون التعاقد في مكان مفتوح، مثل الأسواق المفتوحة، مثل محلات بيع الخضار وغيرها، يكون مكان مفتوح. فقالوا: فإن التفرق بالأبدان هو البعد عن النظر أو التدابر، بأن لا يرى أحدهم الآخر فيتدابرا، فيكون كل واحد قد اتجه إلى طريق آخر. فإذا تعاقد أحد المتعاقدين مع آخر في السوق ثم بعد ذلك ابتعد عنه وافترق، راح بعيدا عنه، ثم بعد ذلك جاءه ما يمنعه من إمضاء البيع، فإنه يجوز له أن يفسخ العقد ولو لم يرضى صاحبه، ما لم يتفرق في مجلسهما. أما لو تفرق فإنه لا يجوز له ذلك، أو يبتعد عن بعضهما. والشرع إنما أباح أو شرع خيار المجلس وأباح فيه الفسخ من أحد العاقدين لأن المرء ربما يستعجل في إمضاء البيع، وهذا معروف وبين، فقد يستعجل في إمضاء البيع، فجعل الشرع له أمدا قريبا ليراجع نفسه ويتأكد من إرادته ورغبته التامة بالمعقود عليه، فإنه له الخيار وحده على سبيل الانفراد لفسخ العقد في المجلس. ثم إذا انتهى المجلس ولزم العقد فإن فسخ العقد إنما يكون مندوبا إليه، كما مر معنا في حديث أبي هريرة وغيره: من أقال مسلما أقال الله عثرته، فيكون لازما للطرف الآخر في أثناء المجلس، ومن بعده فإنه يكون من باب الفسخ لا من باب الانفساخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما الآخر. معنى قوله أو يخير أحدهما الآخر لها معنيان. المعنى الأول يعني، أو ذكر العلماء أن لها معنيين. المعنى الأول أن قوله يخير أحدهما الآخر أي يشترط عليه خيارا، ففيه إثبات لنوع آخر من الخيار وهو خيار الشرط. إذن فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر أي يقول لي الخيار شهرا أو أسبوعا أو ثلاثة أيام أو نحو ذلك، هذا معنى. المعنى الثاني وهو معنى صحيح لكن ظاهر الحديث لا يدل عليه، وإنما يدل على المعنى الثاني سأذكره بعد قليل. والمعنى الثاني وهو الأظهر من سياق الحديث أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو يخير أحدهما الآخر أي أن يسقط خيار المجلس، فيقول أحد المتبايعين للآخر في أثناء المجلس: أعجبتك السلعة، إذن لا خيار في المجلس بيننا. ويؤيد هذا المعنى الثاني الجملة الثانية، فإن قوله فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وسقط خيار ماذا؟ المجلس، وسقط خيار المجلس. وهذه الجملة بالمعنى الثاني تدلنا على أن خيار المجلس يسقط بالإسقاط، فمن له الحق إذا أسقط خياره سقط. ومثله يقال في خيار الشرط، فإن من كان مشروطا له الخيار ثم أسقطه بعد ذلك فقد سقط، لأنه حق ثابت له فأسقط حقه فجاز ذلك. وهذه الجملة محل إشكال. لما؟ بالمعنى الثاني وجه الإشكال فيها أن فيها إسقاطا لأمر أثبته الشرع، أليس كذلك؟ فإن الشرع أثبت لكل أحد خيارا وهو خيار المجلس. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما أورد هذه الرواية قال: لا أذهب لهذا الحديث، أي لهذه الزيادة، لأنها إنما جاءت في حديث ابن عمر ولم تثبت في غيره من الأحاديث، يعني أعني حديث حكيم أو حديث عمرو بن شعيب، وهي قوله فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ولذلك يقول أحمد: الأحاديث الأخرى إنما تثبت أن الخيار لهما معا ما لم يتفرقا، ولم يأتيا بهذا الشيء وهو زيادة فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب.
وقول الإمام أحمد هذا يحتمل احتمالا، وهو أنه لأن قوله لا أذهب لهذا الحديث ليس معناه أنه لا يرى العمل به، وإنما يرى أن الأفضل عدم إسقاط الخيار، وهو الذي أخذ به الفقهاء. فإن الفقهاء يقولون إن خيار المجلس إذا أسقطه صاحبه سواء كان بائعا أو مشتريا أو كلاهما فقد سقط، ولكن الأولى أن يبقيه، لأن الأفضل الإقالة، لأن الأفضل الإقالة، والإقالة في أثناء الخيار ثابتة باختيار أحد الطرفين وبعد الخيار باتفاقهما معا. فعندما تسقط على أخيك المسلم حقه في الخيار فتكون قد يعني أضررت به، وإن كان ضررا مأذونا به شرعا. ولذلك الفقهاء المتأخرون وفقهاء عموما يعني فقهاؤنا أخذوا بهذا الحديث وهو ثابت الصحيحين ولا مطعن فيه، وحملوا كلام الإمام أحمد على كراهة إسقاط الخيار فقط من باب الكراهة، فالأولى عدم الإسقاط، وإلا فإن أسقطه فإنه يسقط، وهو الحكم الوضعي المتعلق بهذه الجملة. قال وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذه الجملة تدلنا على الأمر الثاني الذي يكون به سقوط خيار المجلس، وهو التفرق بالأبدان، لأن قوله وإن تفرقا أي بأبدانهما بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع أي لم يختر إسقاط البيع فقد وجب البيع وكان لازما، فلا يكون فيه إسقاط لأحدهما. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. نعم. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أهل السنن كما ذكر المصنف، وهذا الحديث ذكر ابن القيم أن الإمام أحمد استدل به واحتج به، وأصل هذا الحديث أو أصل أول الحديث ثابت في الصحيح من حديث حكيم بن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، وإنما الزيادة فيه في جملتين، الجملة الثانية في قوله إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وهذه الجملة هي محل الزيادة في حديث عمرو بن شعيب، والزيادة الأخرى في قوله حتى يتفرقا عن مكانهما. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث البائع والمبتاع أو البيعان في حديث حكيم بالخيار حتى يتفرقا، حتى هذه من حروف انتهاء الغاية، فدلنا ذلك على أنهما إذا تفرقا فقد سقط الخيار وانتفى حين ذاك، فهي إلى الغاية. قال إلا أن تكون صفقة خيار، قوله صفقة خيار سبق معنا أن المراد بالصفقة في العادة أو في الأصل صفقة اليد، ولذلك يقول بعض أهل العلم أصل الصفقة ضرب اليد، ثم بعد ذلك نقلت إلى كل عقد فسميت ضربة باليد أو صفقة، فالأصل بالصفقة صفقة اليد أو ضربة اليد، ثم نقلت بعد ذلك لكل معاقدة. فقوله إلا أن تكون صفقة خيار، ما معنى هذه الجملة؟ نفس الكلام الذي قلناه في الجملة السابقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صفقة خيار تحتمل معنيين، كذا ذكر الزركشي في شرحه على الخرقي، قال إن هذه الجملة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكون معنى ذلك أنه قد اشترط في العقد شرط خيار، وعلى ذلك فإن هذه الجملة تكون من باب الاستثناء لقوله حتى يتفرقا، فتكون مستثناة مما بعد الغاية، أي إذا تفرقا فقد لزم البيع إلا إذا كان بينهما شرط خيار فيبقى الخيار مستمرا بعد التفرق، إذن فيكون الاستثناء هنا لما بعد الغاية وهو لزوم البيع، لأن ما بعد الغاية نحن قلنا الغاية إلى التفرق معناها إذا تفرقا فقد لزم البيع، فيكون الاستثناء هنا لما بعد الغاية، هذا المعنى الأول وهو معنى صحيح، وإن كان أهل العلم يرجحون المعنى الثاني للسياق. المعنى الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صفقة خيار يكون معناه أي إلا عقدا نفي فيه الخيار، فيأتي البائع يقول ترى أيها المشتري لا خيار لك، أو يقول المشتري أيها البائع
لا خيار لك. وبناء على ذلك فإن الاستثناء هنا إلا لا يكون مستثنا مما بعد الغاية، وإنما يكون مستثنا من المنطوق، وهو قوله البائع البيعان بالخيار، منطوق الحديث كذا ذكر الزركشي، أي فهما بالخيار هذا المنطوق، إلا أن يسقط أحدهما الخيار فلا خيار بينهما، فيكون من الجملة كاملة وليس مما بعد الغاية فقط. وهذا المعنيان صحيحان، وإن رجح الزركشي بالسياق المعنى الثاني، قال فإن المراد بالسياق المعنى، فإن المراد بالحديث المعنى الثاني وهو المرجح، وإلا كلاهما صحيح، فإن خيار الشر ثابت في غير هذا الحديث كما سبق معنا. قبل أن ننتقل للجملة التي بعدها وفيها فقه كثير، هذه الجملة تدلنا على أنه إذا نفي الخيار فإنه يسقط، وإذا لم ينف الخيار فإنه لا يسقط. وكثير من المتعاقدين في وقتنا هذا يسقط الخيار من غير نص على إسقاطه، فعلى سبيل المثال يقول إذا بعتك وضربت على الآلة فإنه ليس لك الحق أن تتراجع، وهذا الحق وهذا الحقيقة الفعل غير صحيح ولا يجوز ذلك، لأن فيه إسقاطا لخيار المجلس، فيجوز لأحد المتعاقدين أن يبطل هذا العقد وأن يفسخه ما دام في المحل لم يخرج منه، إلا إذا نص نصا صريحا بأن قال يضع ورقة أنه إذا ضرب على الآلة الحاسبة أو الجهاز الذي يقرأ الباركود أو يقرأ هذا الخطوط التي تجعل في الورقة، إذا قرأ واعتمد فإنه ليس لك حق الرجوع. إذا قال هذا أمر آخر، لكن لا يقال في حقيقة. فدلنا ذلك على أن عدم قبول الناس هو مخالف لنص الشرع، فيجب أو إعمال خيار المجلس، إلا أن يكون هناك يعني إسقاط للخيار نصي. قد يقول بعض الناس إن هذا من الإسقاط العرفي، فإن عرف الناس على ذلك، هذا غير صحيح، ليس عرف الناس على ذلك، ففيه منازع في اعتبار أن هذا إسقاط عرفي لخيار المجلس. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. هذه الجملة معناها أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يخرج من المجلس لإسقاط الخيار، يمنع من خروجه من المجلس لإسقاط الخيار. وهذه الجملة دليل على أنه لا يجوز التحيل في المعاقدات، وقد استدل بها الإمام أحمد في أكثر من موضع على عدم جواز الحيلة في العقود، لأن فيه حقا ثابتا فلا يجوز لك أن تتحيل على ذلك. لكن يشكل على هذا الأمر أنه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح أنه كان إذا عقد عقدا ثم أراد أن يلزم البيع فإنه يخرج من المحل ويمشي ويخرج من المكان الذي تعاقد فيه. فهذا الحديث مشكل لتعارض فعل ابن عمر رضي الله عنه مع ما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولأهل العلم في توجيه فعل ابن عمر مع الحديث الذي ورد بالنهي عن الخروج والنهي عن مفارقة خشية الاستقالة توجيهات متعددة. من هذه التوجيهات ما ذكره ابن قدامة، فإنه قال إن ابن عمر لم يكن قد علم بهذه الزيادة، فكان هذا اجتهادا منه رضي الله عنه، ولذلك فإننا نعمل الزيادة ونقول إن ابن عمر اجتهد ولم يعلم بالحديث وهو النهي عن التحيل، ولذلك فإن هذه الزيادة إنما جاءت من حديث عمرو بن شعيب فقط، ولم تأتي في حديث ابن عمر ولا في حديث حكيم، وهذا ذكره ابن قدامة في المغني. التوجيه الثاني ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد ذكر أن خروج العاقد من المجلس له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون خروجه ليذهب عن صاحبه حق الخيار، ليذهب عن صاحبه حق الخيار، ففي هذه الحالة يكون ممنوعا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لماذا؟ لأن فيه تفويتا لصاحبه، تفويتا لصاحبه. الحالة الثانية أننا نقول إنه إنما خرج لأجل حاجته المعتادة فخرج، فحينئذ هذا يجوز أن يخرج لأجل حاجته، وهو الذي يحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما
فإنه يكون قد خرج لحاجته إما لصلاة أو لحمل متاع أو نحو ذلك، وهو الذي يحمل عليه ابن عمر، فعل ابن عمر. فقوله إذا أراد أن يلزم البيع خرج أو مشى خطوات، أي تعدى المكان، فهو لأجل حاجة، فخرج لأجل حاجته. الحالة الثالثة أننا نمنعه من الانتقال مطلقا لأجل التفرق خشية الإقالة، ونقول هذا ممنوع أيضا. لا يمكن أن نقول إن المتعاقد ممنوع من الانتقال من المحل خشية الإقالة، فإن الخشية قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، فكل منع غير وارد في هذا مطلقا. وهذا توجيه ابن القيم، وهو توجيه مقبول، فيكون قد حمل حديث ابن عمر على أنه قد يعني تعمد الخروج لأجل حاجة وردت له، وعارض قد عرض له للخروج من المجلس. قال وفي رواية حتى يتفرقا، فقوله حتى يتفرقا عن مكانهما يدل ذلك على أن المراد بالتفرق إنما تفرق الأبدان لا تفرق الأقوال. نعم. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا وهو حبان بن منقذ رضي الله عنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع. جاء أن هذا الرجل ابن منقذ رضي الله عنه كان رجلا قد أصابته لامة في رأسه أو آمة في رأسه، يعني ضربة في رأسه رضي الله عنه، فأثرت على لسانه، يقولون فكسرت لسانه، يعني جعلت لسانه ثقيل في الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يخدع في البيع، فربما زيد عليه باب الغبن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه، أي لا خديعة. هذا الحديث بهذه اللفظة وفي لفظة أخرى قد جاءت عند البخاري في التاريخ الكبير نستفيد منها أحكاما متعددة. فإنه قد جاء عند البخاري في التاريخ الكبير أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فقل لا خلابه، فأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثة أو ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها. فهنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم له خيار إثبات ثلاثة أيام، وهذه الزيادة ليست ثابتة في الصحيح، وإنما جاءت عند البخاري في التاريخ الكبير. فنستفيد من الصورة الأولى حكما، ونستفيد من الرواية الثانية حكما آخر. الفقهاء أخذوا من هذا الحديث إثبات الخيار في مسألتين: إثبات الخيار للمسترسل، وإثبات الخيار في الغبن. والمسترسل هو أحد صور خيار الغبن، فالمسترسل هو الذي لا يحسن البيع، فلا يحسن المماكسة ولا معرفة الأسعار في السوق، فيكون مسترسلا كأنه مستعجل في البيع، لا يحسن المماكسة ولا يعرف أسعار السوق. ولذلك فإن المماكسة ليست من السؤال المنهي عنه. نحن نعلم أنه قد ثبت في الصحيح من حيث ثوبان، وورد من حيث أبي ذر، ومن حيث عوف الأشجعي، عوف بن مالك الأشجعي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة، لا كلهم، نهى بعض الصحابة عن أن يسألوا الناس شيئا، فكان بعضهم إذا سقط صوته وهو على ظهر بعيره لا يأمر صاحبه أن يناوله إياه. فهذا النهي محمول على الأداب، وهو كمال التوكل على الله عز وجل. هذا في غير المماكسة، إذ المماكسة دليل على العقل وليست من الطلب للناس. لذا جاء أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان كريما، فربما أعطى السائل 100,000 دينار أو درهم، وكان إذا تبايع في السوق ماكس في الدرهم الواحد ونصفه. فلما قيل له في ذلك قال: إني إذا سئلت فإنما أعطي بخلقي، وأما إذا تبايعت فإنما أعرض عقلي. فدلنا ذلك على أن المماكسة هي مقصودة، لأنها تدل على عقل الرجل، فحينئذ ليست مذمومة وليست من الطلب المذموم. ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للمسترسل الذي لا يحسن المماكسة ولا يعرف السوق الخيار. طيب، نقول إن هذا الحديث أثبت لنا نوعين من الخيار. النوع الأول خيار الغبن، فإن كل من غبن غبنا خارجا عن العادة فإن له الخيار بين أمرين. شوف، له الخيار بين أمرين: الخيار بين الفسخ، والخيار بين الإمضاء. ولا نثبت له الخيار الفرق بين سعر السوق
وبين ما اشتري به فنقول يرد له الباقي، لا، نثبت له هذين الأمرين فقط، وإنما نثبت الخيار الثالث بالأرش في العيب فقط إذا أراد الإمساك. وأما في الغبر فلا خيار بالفرق بين السعرين، وإنما يثبت في الأرش، وذاك يختلف عن هذا. هذا إذا كان ماذا؟ الغبن زائدا عن العادة. شوف، زائدا عن العادة. ونثبت الخيار هنا سواء قال لا خلابه أو لم يقله، سواء اشترط أو لم يشترط، فنحن نثبت الخيار الغبن مطلقا. وعلى ذلك فإننا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابه في الغبن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة له ولغيره، فهي ثابتة للجميع، فهي من باب التأكيد، فهي ثابتة من باب التأكيد. طيب، الحالة الثانية إذا قال لا خلابه نص، فما الذي يستفاد منه؟ يعني نحن قلنا إن الغبن يثبت مطلقا سواء قال لا خلابة أو لم يقله، لكن إذا قال لا خلابة أو ما في معناها من المعاني لا خديعة أو نحو ذلك، فإن الفقهاء يثبتون له خيارا آخر، وهو خيار الغبن الخارجي، وهو نوع من أنواع الشرط أحسن، وهو خيار الغبن الخارجي عن سعر العادة. إذن عندنا أمران: الخيار الغبن الخارج عن العادة، وخيار الغبن الخارج عن سعر المثل عادة. فالأول يثبت سواء قال لا خلابة أو لا، والثاني لا يثبت إلا إذا قال لا خلابة. لكي نفهم الصورتين: من باع من آخر سلعة أخرى وزاد عليه في الثمن، فهذه الزيادة أحيانا تكون زيادة قليلة، فهي زيادة عن سعر المثل، لكنه لم تصل لمرحلة الغبن، وهو الزيادة الفاحشة. الزيادة الثانية أن تصل لمرحلة الغبن، وهو الزيادة الفاحشة الخارجة عن العادة. نحن نعرف أن بعض السلع يزاد فيها الريال والريالين والعشرة والعشرين وما زالت داخلة في معنى عدم الغبن، لكن إن زيد في السعر زيادة خارجة عن العادة، حتى بعضهم يقدرها بالثلث وبعضهم بالضعف، والصحيح أنها منضبطة بالعادة فقط، فنقول إذا زاد عن السعر المعتاد غبنا واضحا فإنه يثبت لكل أحد سواء قال لا خلابة أو لا. لكن إذا قال لا خلابة أو لا خديعة، فإنه يثبت له خيار الغبن، ويثبت له ما دون ذلك، وهو كل زيادة في السعر خارجة عن المثل. واضح الشيخ مسعود؟ إذا خرجت عن المثل، طبعا الزيادة اليسيرة يعني الريال ربما قد لا تقبل، لكن الريال في إذا كان المعقود عليه يسيرا لنقول بخمس ريالات، فإن الريال في خمس ريالات يعتبر خارج عن ثمن العادة، لكن الريال في مئة أو في ألف يعني غير مؤثر وإن قال لا خلاف، لأن السعر العادي سعر العادة قد لا يقيد بالهللة أو بالريال، لكنه في الأشياء القليلة مقيد، لكن في الأشياء الكثيرة لا يقيد. طيب، إذا وضحنا الصورة الثانية، هذه الصورة الثانية مشهور المذهب أنها تثبت له بقوله لا خلابة. إذن فقولهم لا خلابة مثبتة لمن؟ لهذا الرجل لنصه عليها، فجعلوا لها معنى زائدا، فأثبتوا له خيارين: خيار الغبن، وأثبتوا له خيار الشرط بأن يقول إذا زاد الثمن عن سعر المثل فإن لي حق الخيار. وعلى ذلك حملوا عليه حديث الذي عند البخاري أنه أثبت له الخيار ثلاثة أيام، فيكون له الحق الخيار ثلاثة أيام، وهذا التقييد بثلاثة أيام قالوا إنها خاصة بهذا الرجل كما جاء. وأما الموفق بن قدامة فقال إن قوله لا خلابة لا تثبت له إلا خيار الغبن فقط، ولا تثبت له الخيار بالسعر الزائد عن العادة. وبناء على ذلك فإن الموفق بن قدامة يرى أن هذا الحديث الذي جاء عند البخاري في التاريخ الكبير إنما هو خاص بذاك الرجل، ولا يقاس عليه غيره. قال: ولذلك الصحابة كانوا يشهدون له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له هذا الخيار. وأما مشهور المذهب فإنهم قالوا نثبت هذا الخيار له ولغيره، وهذا الذي عليه العمل. نعم، انتهى الحديث. سم شيخ حسنا إليك، مشهور المذهب أثبتوا له ثلاثة أيام كذلك؟ مشهور المذهب أنهم يثبتون، أنهم يقولون إن خيار الغبن يثبت لكل أحد قال لا خلابة أم لا، فإن قال لا خلابة أو ما في معناها كلا خديعة يثبت له خيار آخر، وهو ماذا؟
أنه إذا زيد في السعر زيادة خارجة عن سعر العادة ولم تصل إلى حد الغبن وهو الزيادة الفاحشة فإننا نثبت له الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ. والموفق طبعا أنكرها وقال لا، إن قوله لا خلابة مثل عدم قوله لهذه الكلمة. سم. كانت حالته مثل هذا الرجل، كان عنده ضعف. لا، مدام اشترط لكل أحد، مدام اشترط تكون لكل أحد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بأحكام الربا، وأحكام الربا من الأحكام الدقيقة جدا. وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسي مسائل أود لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مزيدا فيها. وذكر من هذه المسائل مسائل الصرف أو مسائل الربا، ومنها مسألة الجد والإخوة أو مسألة الكلالة وغير ذلك، مسائل أظن عد هاتين المسألتين. فمسائل الربا من المسائل الدقيقة التي طال اختلاف الفقهاء فيها ولا شك. وقبل أن نتكلم عن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، يجب أن نعلم أن باب الربا الأصل فيه التعبد، ولذلك حرم كثير من المسائل ولم تعقل معناها عقلا تاما. الغرر واضح، الغرر لحق الله، لحق العبد. وأما الربا فإن فيه معنى التعبد، ولذا قالوا إنه محرم لحق الله عز وجل. ولذا كان الإثم في الربا أشد بكثير من التحريم لأجل الغرر. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن الربا قليله وكثيره يحرم، بخلاف الغرر فإن قليله كما سبق معنا بإجماع أهل العلم يجوز، وأما الربا فإنه يحرم حتى في الحبة، حبة الشعير. فباب الربا باب خطير، ولذلك وردت أحاديث كثيرة في التحذير منه. والفقهاء رحمة الله عليهم اختلفوا في هذا الباب اختلافا بينا كبيرا جدا، وفهم كلام أهل العلم في هذه المسألة يعني يطول جدا، حتى إن بعض أذكياء العلماء وهم ممن يقول بالتعليل ليس يعني طاردا لقاعدة نفي التعليل كالظاهرية، وهم من يقول بالتعليل وهو أبو الوفا بن عقيل الظاهري، قال إن هذا باب الربا أشكل علي إشكالا كبيرا. فمن شدة إشكاله عليه رأى أن العلة قاصرة على الأصناف الستة دون ما سواه، مع أنه يرى التعليل بل يتوسع فيه كما لمن يعرف كلامه في الواضح وفي غيره، في الفنون وفي غيره. ومع ذلك في هذا الباب بخصوصه قال: لم أجد ما يمكن أن يقاس عليه على هذه الأصناف الستة، فإن فيها معنى التعبد. فتوقف رحمة الله عليه في هذا الباب وقال: أرى عدم القياس على الأصناف الستة. هذا من جهة. من جهة أخرى، كيف أو ما المناط الذي يدخل فيه باب النساء وباب الفضل؟ باب دقيق يعني كبير جدا. بعض الفقهاء في المقابل هنا، شوف توقف هذا الرجل، في المقابل آخرون احتاطوا فحرموا أشياء كثيرة. يقول الشيخ تقي الدين، يقول: نظرت في هذا الباب فوجدت أن كثيرا من الفقهاء حرموا كثيرا من التعاملات والناس في حاجة شديدة إليها، فأوقعوهم في الحرج الشديد، فأصبح الناس بين رجلين، بين رجل يتحيل بالحيل والحيل باطلة، وبين رجل يقع في الحرام ووقعوه في الإثم، فهم بين يعني جعلوا الناس يتأثمون جميعا، إما المتحيل وإما الذي وقع في الحرام. قال: ولذلك هذا الباب باب دقيق، ولذلك له رأي سنذكره إن شاء الله بعد قليل على سبيل الإيجاز. إذن فهذا الباب باب دقيق كما ذكر عمر رضي الله عنه، العلماء اختلافهم فيه كبير ومتنوع، والاجتهاد فيه سائغ، وربما كان اختلافهم رحمة الله عليهم من رحمة الله عز وجل، فقد يكون أمر ظهر في زمان اختلف عنه في زمان آخر. ولذلك الفقهاء لما قالوا إن الفلوس لا يجري فيها الربا في زمان، كان فيه مصلحة لأهل ذلك الزمان، والفلوس كانت من نحاس. ثم بعد ذلك لما وجد مطلق الثمانية في غير الذهب والفضة فإنه يجري الربا فيه، وسنشير له إن شاء الله بعد قليل في الأحاديث الستاتي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود. نعم. أول حديث ذكره المصنف هو حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. آكل الربا هو المستفيد منه الذي يربح بعقد الربا، وموكله هو باذله،
وكاتبه أي الذي كتب العقد وكان موثقا له، وشاهديه أي اللذان شهدا على العقد، وقال هم سواء أي في اللعن. وهذا يدلنا على أن من شارك امرأ في عقد محرم فإنه يأثم بمشاركته لهذا العقد، وهذا يدل على أن من أعان على محرم فإنه يأخذ حكمه، وهذا من باب سد الذرائع. وإن لم يكن الشاهدان والكاتب قد أكلوا الربا لكنهم داخلون في اللعب. وهذه المسألة تفيدنا قاعدة مهمة، وإن لم تكن متعلقة بذات باب الربا، هذه القاعدة هي أن العبرة في العقود، أن العبرة في التعاملات بالعقد لا بالشخص. فهنا كل من اشترك في عقد الربا كتابة أو شهادة أو أكلا أو بذلا فإنه في هذه الحالة يكون ملعونا، فالعبرة بالعقد وليست العبرة بالشخص. فإن الله عز وجل قد بين أن اليهود يأكلون الربا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وارتهن وأجر علي نفسه عند يهودي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن العبرة بالعقد لا بالشخص. فكل من عقد عقد ربا مع من كان فإن كسبه محرم، وكل من شارك في عقد ربا وعمل في جهاز سواء كان بنكا أو مؤسسة وباشر عقد الربا فإنه آثم. أما من عمل في جهاز يتعامل بالربا فنقول إن عقدك صحيح وعملك وأجرتك صحيحة، لأنك لم تباشر عقد الربا. هذه من أين أخذناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن العقد ولم ينهى عن مخالطة ومباشرة من تعامل بالعقد. نعم، من عمل في بنك الربوي مثلا وكان عمله منفصل، مثل في الدعم الفني يشتغل في الحاسب، أو يعني في كهربائي، أو كان حارسا، نقول إن عملك صحيح. نعم، الاحتياط أن تمتنع أمر آخر، نحن نتكلم فرق بين الاحتياط وبين الحكم، مر معنا أن الحلال ليس درجة واحدة، بعضه أعلى من بعض في الطيب، لكن هل نقول إنه حرام؟ من الصعب أن تقول إنه حرام، جدا صعب، لأن عمله يتعلق بحلال، حارس مغذي صرافات، فلا نقول إن عملك حرام بل هو حلال. نعم، لا هو حلال لا بأس، هذه مسألة الحلال درجات سبق الحديث عنها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا. إلى هنا انتهت الرواية التي رواها ابن ماجه، فإنما روى ابن ماجه الجملة الأولى فقط، وهي أن الربا 73 بابا. وهذه الرواية صححها الوصيري في زوائد ابن ماجه المطبوع باسم مصباح الزجاجة، أو الذي سماه مؤلفه بمصباح الزجاجة، صحح هذا الحديث. وفي تصحيحه نظر عند بعض أهل العلم، فقد أومأ بعض أهل العلم ونصوا ومنهم الرجب وغيره على أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح فيه أنه موقوف، وأعني بذلك الجملة الأولى أنها موقوفة على ابن مسعود رضي الله عنه، لأن شعبة قد اختلف عليه في هذا الحديث، وأكثر الرواة عنه إنما رووه موقوفا، وكذا رواه سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه. إذن فالصحيح أن هذه الجملة الربا 73 بابا موقوفة على ابن مسعود رضي الله عنه كما رجح ذلك ابن رجب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا، الربا كما جاء أو كما ذكر بعض أهل العلم أن له معنيين. المعنى الأول الربا المخصوص ببيع الأموال الربوية ببعضها، وسنأتي بتفصيله بعد قليل. والنوع الثاني أن الربا هو كل كسب محرم. وبناء على ذلك فإن قول ابن مسعود أو النبي صلى الله عليه وسلم إن صحح الحديث المرفوع أن الربا 73 بابا، أي أن أنواع الكسب المحرم 74 بابا. فالكسب المحرم له 74 طريقا إن قلنا بالمعنى الثاني وهو المعنى الشامل. وإن قلنا إنه 74 بابا باعتبار أنه عقد الربا المخصوص فإنه معنى محتمل، وإلا فإن عقود الربا إنما ترجع لثلاثة كما سيمر معنا بعد قليل، لكن بالإمكان أن توجد صورا لها فيكون بابا أي صورة. ولعل الأقرب أن يقال إن المقصود بالربا هنا إنما هو ربا الكسب المحرم، وهذا الذي مال له الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه،
فإن الكسب المحرم أنواع متعددة. قال أيسرها، هذه الزيادة عند الحاكم، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. هذه الزيادة لما رواها الحاكم صححها، ولكن هذه الزيادة فيها إشكال من حيث المعنى ومن حيث الإسناد أيضا. فأما من حيث المعنى فإن أبا زرعة الرازي فيما نقل أبو حاتم في العلل قال إن هذا الحديث منكر، طبعا رواه من غير حديث عبد الله بن مسعود، لأن فيها تعارض بين أوله وبين آخره، فكيف يكون أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، يعني كلامه فيه، وأقل الربا زنا الرجل بأمه، في تعارض، كيف يكون العرض الزنا أقل من الكلام؟ وبإجماع العلم أهل العلم أن الزنا أعظم إثما من الغيبة، والزنا بالأم أشد إثما، فإنه من أكبر الكبائر، فيكون فيه تعارض واضح بين. ولذلك قال أبو زرعة إنه منكر. وهذا الذي وقع فيه أبو عبد الله الحاكم من تصحيح الحديث وهمه أو تتبعه فيه تلميذه البيهقي، فإن البيهقي لما ذكر هذا الحديث قال إن هذا الإسناد إسناد صحيح ولكن الحديث منكر، ثم قال لا أظن أو لا أعلم هذا الحديث إلا وهما من بعض الرواة، فحدث عليه قلب في الإسناد فأدخل متنا على هذا الإسناد، فيكون عليه قلب في المتن، عفوا، فيكون فيه قلب في المتن. طيب، على العموم يعني هذا الحديث الزيادة فيها ضعف ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما عليه المحققون كالبيهقي وغيره. والأمر الثاني أن هذا الحديث فيه نكارة في المعنى، وإن يعني حمل على التصحيح فإنه يمكن توجيهه بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أربى الربا ليس معناه أعلى الربا، وإنما معنى أربى الربا أي أكثره زيادة استطالة المرء في عرض أخيه، لأن المرء إذا تكلم في اعتاد الغيبة فإنه لا يتركها فتكون مستمرة معه، وأما الزنا فإنه لا يقع إلا مرة، خاصة مع ذوات المحارم لا يقع إلا نادرا، ما يقع إلا نادرا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي سعيد وحديث عبادة وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع، في تحريم الربا بنوعيه الفضل والنسأ. وقبل أن نبدأ في الحديث عن أنواع الربا وكيف فهم أهل العلم لهذه الأحاديث أو كيف فهم أهل العلم هذه الأحاديث، نمر بس على بعض الكلمات التي قد يكون فيها إشكال. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشفوا بعضها على بعض، قوله ولا تشفوا أو تشفوا هي بمعنى لا تزيدوا أو لا تنقصوا، فإن عديت بعلى في بمعنى لا تزيدوا، وإن عديت بعن فكانت بمعنى لا تنقصوا، كذا ذكر علماء اللغة. فهنا فيكون معنى الحديث لا تزيدوا بعضها على بعض. هذا الحديث أو هذه الأحاديث وغيرها مما هو في معناها يدلنا على تحريم عقد الربا، وقلنا إن عقد الربا في الأصل فيه التعبد، وإنما تلمس أهل العلم فيه حكمة هذا من جانب، وجعلوا له علة ظاهرة أناط بها المناط. قبل أن نبدأ في باب الربا لابد أن نفهم مسألة مهمة جدا، وهي ما هي أنواع الربا. أنواع الربا عند عامة أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بعضهم يزيد نوعا رابعا ربا الحطيطة، بعضهم يزيد غير ذلك، لكن يهمنا ثلاثة أنواع. النوع الأول ربا النسأ، والنوع الثاني ربا الفضل، والنوع الثالث ما جمع النسأ والفضل معا وهو الذي يسمى بربا الجاهلية. وفقهاؤنا رحمة الله عليهم
يطلقون ربا النساء على نوعين: ربا النساء مفردا، والربا الذي يجمع النساء والفضل معا، فيسمون الجميع نساء، وإلا في الحقيقة هو نوعان وليس نوعا واحدا. وهذا التقسيم الثلاثي يحل عليك عندك إشكالا كثيرا. إذن ربا النساء ما معناه؟ هو التأخر في قبض أحد العوضين عن المجلس، مجلس التعاقد، فيجوز القبض في أثناء المجلس ولو تأخر في أثناء المجلس، صح؟ فإن تفرقا من غير قبض فإنه يكون ربا نسأ، أي تأخير، فيكون العقد باطلا، وهذا في الصرف وما في حكمه. الحالة الثانية إذا وهو أو النوع الثاني من الربا، ربا الفضل، وهو أن يزاد في أحد الثمنين، يزاد في أحد الثمنين على العوض الثاني، وسيأتي نطاقه بعد قليل. والأمر الثالث في ربا الجاهلية، وهو أن يجمع بالزيادة مع التأخير معا. هذه واضحة، واضح هذا الشيء؟ طيب، قبل أن نبدأ بفهمها على سبيل التفصيل، يجب أن نعلم أولا أنه بإجماع أهل العلم، وهذا إجماع، أن الربا بأنواعه الثلاثة لا يجري في جميع الأموال. ما نقل عن عبد الله بن مبارك سيأتي بعد قليل الحديث عنه أنه قال في جميع المال، لا يجري النساء مفردا ولا يجري الفضل مفردا في جميع الأموال أبدا، وإنما هو في أموال دون أموال، وهذه التي يسميها الفقهاء بالأموال الربوية. حينما قالوا إن الأموال ربوية معناها ماذا؟ أنه يجري في هذا المال ربا الفضل ويجري فيه ربا النساء، ولذلك فإن الأموال يقول هذا مال ربوي بربوي، فقولنا إذن مال ربوي أي يجري فيه الربا، إذ ليست كل الأموال يجري فيها الربا. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة جدا، وهي ما هي الأموال التي تجري فيها الربا أو يجري فيها الربا؟ نقول هناك روايتان في المذهب، مشهور المذهب والرواية الثانية. فأما مشهور المذهب، أو قبل أن نذكر الروايتين لنعلم أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين: الذهب والفضة وسائر المطعومات الأربعة الباقية قسم آخر، هما قسمان. إذن قسمان، نبدأ أولا في مشهور المذهب. فإن مشهور المذهب أن العلة الربوية في القسم الأول هو الوزن، فكل ما كان موزونا سواء كان ذهبا أو فضة، سواء كان غير ذلك كالحديد، سواء كان مطعوما مما يباع من المطعومات وزنا، سواء كان غير مطعوم، كل شيء يوزن فإنه يجري فيه الربا في الجملة بالتقسيم سنذكره بعد قليل. ويقولون إن العلة في الأمور الأربعة، طبعا ما دليلهم؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الميزان، سيأتي بعد قليل في حديث أبي سعيد، فهم استدلوا بالحديث، سنعرف استدلالهم بعد قليل. وأما الأمور الأربعة الباقية فإن مشهور المذهب أن العلة فيها إنما هو الكيل، ونحن نعرف الفرق بين الوزن والكيل، فالوزن هو الثقل كالجرامات ونحوها، وأما الكيل فإنها وحدة للحجم مثل الصاع ومثل الرطل ومثل في محلات الخضار يقول نبيع بالصندوق، الصندوق هذا يعتبر وحدة كيل ولا يعتبر وحدة وزن، وإنما الوزن بالثقل والحجم، وهذا بالمساحة. إذن عرفنا العلة عندهم، ولذلك يقولون العلة أن يكون وزن أو وزن جنس أو مكيل جنس. إذا اتفق جميعا بالوزن أو اتفق جميعا بأنهما يكالان فإنه يجري فيه الربا. طيب، هناك شيء يباع بغير الكيل والوزن؟ سؤال. نعم، المعدودات، فكل معدود عندهم لا ربا فيه. المذروعات تباع بالذراع بالمتر يعني لا ربا فيه. إذن فالمعدود والمذروع لا ربا فيه، وإنما الربا في المكيل والموزون، بشرط أن يكون مكيل جنس، أي من الطرفين من جنس واحد. إذن عرفنا مشهور المذهب، سيأتي بعد قليل دليله، أو سيأتي دليله بعد قليل. الرواية الثانية في المذهب أن العلة في القسم الأول الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذهب والفضة، أن العلة فيه الثمنية، بمعنى أنه يشترى به الأشياء، هو سلعة تشترى به الأشياء. وهذه القول بأنها الثمنية هو الذي نص عليه الموفق بن قدامة، ونص اختيار الموفق بن قدامة واختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم
وعليه عامة أهل العلم المتأخرين. ولكن لنعلم أن الثمنية نوعان: غلبة ثمنية ومطلق ثمنية. وقد ذكر الموفق بن قدامة في الروضة الأصولية، لأن عندنا كتابان اسمها الروضة، الروضة الأصولية والروضة الفقهية. فالروضة الأصولية للموفق بن قدامة هي مشهورة ومعروفة والكل درسها، وأما الروضة الفقهية فإن مؤلفها مجهول لا يعرف. وذلك عندنا قاعدة في كتب الفقه أن الكتاب إذا كان مؤلفه مجهولا فإنه لا اعتبار به، وذلك صاحب الروضة اختياراته لا يصح أن نقول إنها قول قوي في المذهب، وإنما هو قول ضعيف مهجور أو غير معتبر به، هو قول غير معتبر لأن مؤلفه لا يعرف من هو. ولذلك أنا أجد بعض الأخوان يرجح قولا قال وقال به صاحب الروضة في بعض المسائل، وأعرف المسائل لكن لن أريد أن أذكرها، لم يقل بها من علماء المذهب إلى صاحب الروضة. نقول هذا القول مزيف في المذهب، يعني غير منظور له لأن قائله مجهول لا يعرف من هو. وقد نص المرداوي في مقدمة الإنصاف وفي آخر التحرير أو في آخر نعم في آخر التحرير أنه أن الروضة لا يعرف مؤلفها، كذا نص غيره من أهل العلم. نرجع مسألتنا، ذكر في الروضة أن المقصود بالثمانية غلبتها، غلبة الثمانية. وإذا قلنا إنها غلبة الثمانية فإنها تكون قاصرة على الذهب والفضة دون ما عداها، لا يقاس عليها غيرها. وأما الذي عليه عمل المتأخرين فإن العلة إنما هي مطلق الثمانية، مطلق الثمانية. فكل شيء يكون ثمنا يشترى به ويباع فإنه في هذه الحال يكون ماذا؟ يكون مالا ربويا يجري فيه الربا. وضحت المسألة؟ نحن نشتري الآن بالريالات والدولارات والجنيهات، فنقول الآن فيها الربا. لو وجد غير ذلك مما قد لا يلمس باليد مثل ما يسمى بالنقود الإلكترونية، الآن أصبح الناس يبيعون ويشترون عن طريق النقود الإلكترونية، وذلك قال بعضهم موت النقود، ماتت النقود لا يقبض الناس. الآن تبيع وتشتري وتسدد فواتيرك وتسدد الغرامات عليك من الساهر وغيرها، وأنت لم تقبض بيديك ولم تعطي أحدا ريالا واحدا، وإنما هو تعامل إلكتروني. ولذلك نقول إنها مطلق الثمنية، كل ما يسمى ثمنا، كل ما يسمى ثمنا سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرها. أنا فقط أردت أن نعرف أن كلام الموفق إنما هو في الغلبة لا في المطلق، وأما اختيار الشيخ القيدي من فظاهره أنه يرى مطلق الثمنية لا غلبتها. طيب، قالوا وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية، فقد ذكر المرداوي أن الشيخ تقي الدين يرى أنها الطعم مع الكيل والوزن، أنها الطعم مع الكيل والوزن. والذي يوجد في فتاويه أنه القوت مع الكيل والوزن، القوت قول الشيخ تقي الدين. نعم، فذهب لقول المالكية، ومعلوم أن الشيخ في باب المعاملات وكذلك في الجنايات يعني يميل لقول المالكية كثيرا دون العبادات، في هذا البابين له تأثر بهما، وهي آراء مسبوق لها في مذهب أحمد. فالذي نص عليه الفتاوى أنها القوت، والذي نقله في الإنصاف إنما هو أنه الطعام، وفرق بين القوت والطعام، فالمطعومات قد لا تكون قوتا وقد تكون قوتا. طيب، إذن عرفنا العلة على الروايتين. المسألة المهمة الثالثة معي، وانتبه لهذه فإنها جدا مهمة، ما هو نطاق استخدام العلل، علل الربا؟ فأما بيع الفضل والنساء مفردا فلا شك أنه تطبق فيهما علة الربا، فإن كان ربويا بمثله فإنه يحرم. واضح؟ واضح المسألة؟ بالشروط سنتكلم عنها بعد قليل عندما نتكلم عن تفصيل النساء والفضل. وأما ربا الجاهلية فإن المذهب أن ربا الجاهلية لا يجري إلا في الأموال الربوية فقط. وأما الرواية الثانية وهو الذي اختار الشيخ تقي الدين وهو الذي يقصده عبد الله بن المبارك، أن ربا الدين يجري في كل مال ولا يشترط فيه أن يكون مالا ربويا. هذه الجزئية جدا مهمة فانتبه لها. أعيدها مرة أخرى، عرفنا العلل الربوية هي سهلة أليس كذلك؟ واضحة جدا. متى نستخدم هذه العلل الربوية؟ إذا باع شخص آخر عقدا وفيه نساء فنقول نستخدم العلة الربوية بلا إشكال. وإذا قلنا فضل فقط فنستخدمه أيضا هذه العلة الربوية بلا إشكال.
وأما إذا كان العقد عقد ربا جاهلية جمع فضلا ونسأ، فمشهور المذهب أن ربا الجاهلية الذي يسمى بربا الديون إنما يجري في الأموال الربوية فقط دون ما عداها. والرواية الثانية أن ربا الجاهلية هذا العظيم الخطير الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ربا الجاهلية تحت قدمي يجري في كل شيء متماثل مع غيره. بعد الأذان أكمل بصيغة أخرى أو أعيد الجملة بصيغة أخرى. طيب. نعم، نعيد الكلام الذي قلناه قبل قليل لكن بأسلوب آخر. نبدأ، نحن قلنا قبل قليل إن أنواع الربا ثلاثة، فنبدأ بأول هذه الأنواع الثلاثة ولنقول إنه ربا الفضل. وقلنا إن معنى الفضل هو الزيادة بأن يزيد أحد المتعاقدين في الثمن أكثر من الثمن الآخر. وربا الفضل لا شك أنه ليس واردا في كل العقود وإنما في بعضها، ونطاقه بأنه إنما يجري ربا الفضل مفردا فيما إذا كان العقد بين مالين من جنس واحد وكان ربويا. إذن الثمن والمثمن يجب أن يكون كلاهما ربوي، يجب أن يكون كلاهما ربويا، هذا واحد، وأن يكون جنسا واحدا. انتبه لهذين القيدين. ما معنى ذلك؟ كونهما ربويان أو كونهما ربويين معنى ذلك أن غير الربويات لا يجري فيها الفضل. فلو جئت بشيء غير ربوي لنقول إنه أعطيتك كأسين بكأس لأنه معدود، على قول من يرى أنه معدود وليس مطعوما وليس ثمنا، فكأسين بكأس وتقابضنا يجوز لأنه ليس مالا ربويا، ليس داخلا في العلة لا على القول الأول ولا على القول الثاني. القيد الثاني أنهما لابد أن يكون من جنس واحد، فلابد أن يكون الثمن والمثمن من جنس واحد، كلاهما بر، كلاهما شعير، كلاهما ذهب، كلاهما فضة، كلاهما ريالات، كلاهما دولارات، فمن جنس واحد. إذن إنما يحرم ربا الفضل إذا وجد قيدا أن يكون الثمن والمثمن كلاهما من الأموال الربوية، وعرفنا علتها قبل قليل وما هي الأموال الربوية. الأمر الثاني أنهم لابد أن يكون الثمن والمثمن كلاهما جنسا واحدا، وانتهينا منها، واضحة جدا، وهذا يعني في الجملة متفق عليه. نبدأ في النوع الثاني وهو ربا النسأ مجردا، أي تأخير فقط بدون فضل بدون زيادة. وربا النسأ مفردا يحرم في الأموال الربوية فقط، هذا واحد، ولكن لابد أن يكون جنسين، لابد أن يكون جنسين مختلفين، ومن باب أولى إذا كان جنسا واحدا. وإنما يستثنى من ذلك إذا كان المعقود عليه أو أحد الثمنين إنما هو نقد، ما لم يكن أحد الثمنين نقد. إذا الربا النسى يجري في حالتين، أن يكون المال لابد أن يكون معا ربويين، الأمر الثاني أنه يجري فيما لو كان جنسا واحدا أو كان جنسين مختلفين. فما يلزم أن يكون جنسا واحدا إلا في حالة واحدة، إذا كان أحد المعقود عليه الثمن أو المثمن أحدهما لا كلاهما نقد فإنه يجوز، مثل السلم، فإن السلم عجل النقد وأخر الموصوف في الذمة، فيجوز بيع المؤجل في هذه الحالة. من صور ذلك رجل باع لآخر ذهب بذهب، هنا جنس واحد وكلاهما ربوي فيجب التقابض ويحرم النسأ. رجل باع لآخر ذهب ذهبا بفضة، فنقول هنا ماذا؟ يجب التقابض ويحرم التفرق، إن تفرقتما فإنه ربا نسأ بطل البيع. رجل باع لآخر برا بشعير فيجب التقابض في المجلس ويحرم التفرق إلا يدا بيد هاء بها، هذا معنى النسأ، اليد باليد. إذا النسأ يجوز في الجنس ويجوز في الجنسين إلا أن يكون أحد المعقود عليه نقدا. انظر الصورة الثالثة، هذه هي المهمة عندي. الصورة الثالثة وهو إذا اجتمع الفضل والنسأ معا، فالمذهب يقولون إنه يجري في الأموال الربوية فقط إذا كانت من جنس واحد، غير الأموال الربوية لا يجري فيه النسأ. كأس بكأسين غدا يجوز على المذهب، سيارة بسيارتين غدا يجوز، شاة بشاتين غدا أو بعد شهر يجوز، لأنه ليس مالا ربويا، إنما يشترط في الأموال الربوية التحريم. والأمر الثاني أنه لابد أن تكون
من جنس واحد، فإن اختلفت الأجناس فلا يسمى ربا فضل ربا جاهلية، وإنما يدخل إما في الفضل مفردا أو في النساء مفردا. طيب انتهينا من هذه المسألة. الرواية الثانية انتبه لي في هذه، يقولون إن ربا الجاهلية يجري في كل المعقودات المتماثلة. إذا كانت متماثلة يجب أن تقول بهذا القيد، أن تكون متماثلة، أعطيك كأسا بكأسين بعد شهر ما يجوز لأنها متماثلة. لكن لو أعطيتك كأس بكأسين مختلفة الشكل عنها بعد شهر يجوز. إذن يجوز إذا كانت مختلفة التماثل، وأما إذا كانت متماثلة فإنها تحرم. هذا الرواية الثانية. والرواية الثانية وإن شددت في باب الجاهلية ربا الجاهلية، لكنها توسعت في باب ربا الفضل والنساء كما سأذكر لكم بعد قليل. أنتم معي في هذه أو أقف؟ ربا الدين، ربا هو كأس بكأسين غدا، هذا يسمى ربا الديون. هو بيع، هو أصله صورة البيع، صورته بيع لكن في الحقيقة هي دين. أعطيتك كأسا بكأسين غدا نفس الشيء. فيشترطون على الرواية الثانية، نعم التماثل. الرواية الأولى يجوز مطلقا لأنه ليس ربويا. الرواية الثانية هي التي يشترطون التماثل ليحرم، اختلف النوع يجوز على القولين. وضحت؟ سم إذا كان دينا، أيوة ليس دينا، بعتك، يقول هو بلفظ البيع ليس بلفظ الدين، لكن صورته هي قرض، هم يقولون ذلك، يقولون إذا كان بلفظ البيع جاز وإن كان بلفظ القرض حرم. سأتكلم عنها إن شاء الله في حديث أبي سعيد بعد قليل. النظر للمقاصد وكيف أن المشهور المذهب لم يعمل مقاصد والرواية الثانية أعمل المقاصد، فنظروا لللف. أحسد كلامك صحيح، وهذا هو المحل الإشكال. طيب سم شيخ، سم النسيئة والفضل إذا اجتمع ربا الجاهلية، المذهب ما يجري إلا في الأموال الربوية فقط. المذهب أنه لا يجري إلا في الأموال الربوية فقط، وإذا انفرد على المذهب يجريان فقط في الأموال الربوية. المذهب أن الربا النساء ولا الفضل ولا إذا اجتمع، إنما تجري الربا بأنواعه الثلاث إنما يجري في ربا الفضل فقط، إلا في الصورة سنذكرها بعد قليل إذا كان بلفظ القرض، فيقولون إنه لا يكون بيعا وإنما يكون قرضا، سيأتي سمي شيخي. لكن باب القرض سيأتي أن المذهب يفرق بين لفظ القرض ولفظ البيع، فيقول يجوز بلفظ القرض أحيانا ولا يجوز بلفظ البيع، لفظ الصرف في صورة سنذكرها بعد قليل. وفي بعض العقود يقول يجوز، يعني يجوز بصورة البيع، يجوز بالبيع ولا يجوز بالقرض. الرواية الثانية ينظرون للمقاصد فيقولون لا فرق بين القرض والبيع، حقيقة واحدة. أنا ترى ما انتهيت يا شيخ، أنا أظن ربما يأتي كلام قد يبين هذا، لأن هذه المسألة التفريق باللفظ سيأتي بعد قليل. تفضل شيخي. ربا الجاهلية على المذهب أنه يرون أنه بيع، والرواية الثانية يقول هو البيع والقرض سواء لا فرق، العبرة بالمقصد النتيجة، ستأتي بعد قليل حديث أبي سعيد. طيب أعيد هذا الكلام أيضا بأسلوب ثالث لكي نفهمه. الرواية الثانية في المذهب يقولون، أنا أريدك أن تفهم الرواية الثانية، الرواية الأولى مفهومة لأن دائما نكررها، لكن نفهم الرواية الثانية. الرواية الثانية يقول مسألة مهمة جدا، يقول إن هذه الأنواع الثلاثة تنقسم إلى قسمين، هناك ربا حرم لذاته وهو ربا الجاهلية، وهناك ربا حرم سدا للذريعة وهو ربا النساء وربا الفضل مفردا. إذن يقول إن ربا الجاهلية حرم لذاته، وبناء على ذلك فإن ما حرم لذاته فإنه يحرم في جميع الأشياء، وأما ما حرم لغيره وهو ربا الفضل مفردا وربا النساء مفردا حرم لغيره فإنه يضيق، فلا يجري في جميع الأموال وإنما يجري في الأموال التي يكثر تعامل الناس فيها وهي الأموال الربوية فقط دون ما عدها. وضحت هذه المسألة؟ فهي مهمة. انتبه للتفريق الثاني أو الأثر الثاني لتفريقنا بين ما حرم لذاته وما حرم لعينه. أننا نقول أن ما حرم لذاته يحرم قليله وكثيره مطلقا، ربا الجاهلية كل الصور يحرم، سواء قلت إنه بلفظ القرض وسواء قلت إنه بلفظ البيع. أنا أتكلم على الرواية ماذا الثانية، فيقولون إن ربا الجاهلية يحرم سواء قلت إنه قرض وسواء قلت إنه بيع. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن الكأس بالكأسين حرام سواء قلت إنه قرض
وسواء قلت إنه بيع، لأن النتيجة واحدة فلا يفرقون بين ذلك. يقول لأنه محرم لذاته فلا ننظر للصورة، بينما المحرم لسدا للذريعة فإنه إذا أمنت الذريعة جاز. إذا أمنت الذريعة جاز. كيف تؤمن الذريعة؟ في باب ربا الفضل مفردا وربا النسيئة مفردة. يقولون أحيانا الشخص يعطي الآخر مالا آخر على وجه التبرع، يعطيه 50 ويردها له 50 أخرى بعد شهر، هذا نسميه ماذا؟ قرض. فهنا أمنت الذريعة، أمنت الذريعة فهي قرض، فيجوز القرض. ولذلك يقولون إن القرض يعني يستثنى من ربا الفضل، وإن كان المالان ربويين إذا اتحدا جنسا ونوعا وجودة. مي واضح؟ نمشي على الرواية الثانية. هنا الرواية الثانية تقول إن ربا الفضل يجوز إذا أمنت الذريعة، ذريعة الربا وهي الزيادة. متى تؤمن الذريعة؟ إذا اتحد الثمن والمثمن جنسا ونوعا وجودة وقدرا. طبعا احنا نقول فضل، اذا لا ربا فضل، عفوا، واحنا نقول احنا نحرم النساء، عفوا نرجع الان تحريم النساء، يعني متى يجوز لك ان تؤخر الثمن؟ احنا نتكلم عن القرض. متى يجوز لك تحريم النساء؟ متى يجوز لك ان تقول ان التاخير جائز في المالين الربويين وقد اتحدا جنسا؟ نقول اذا اتحدا جنسا ونوعا وقدرا، طبعا لانه ليس فضل وانما نسى، وقدرا وجودة، فإنه يجوز. أعطيتك 50 ريال سعودي فأرجعتها لي 50 ريال سعودي، إذن جاز ربا النسأ. ما نقول ربا النسأ، جاز النسأ. الصواب أن نقول جاز النسأ، سواء قلت إنه بلفظ القرض أو قلت إنه بلفظ البيع والصرف. لأن على الرواية الأولى إذا أعطيتك 50 تردها لي غدا 50، إذا قلنا بلفظ الصرف حرام، وإذا قلنا بلفظ القرض جاز. الرواية الثانية يقول يجوز مطلقا سواء كان بلفظ الصرف أو بلفظ القرض، لأنه أمنت الذريعة هنا. ومثله يقال في الفضل، فربا الفضل إذا كان في المجلس وقد اتحد جنسا ونوعا فإنه أيضا يجوز ربا الفضل، لأنه يكون تبرع محض. أنا أعطيك 50 ريال وتعطيني 60 ريال ونحن تقابضنا، فقطعا إن العشرة هذه هدية. ما فهمت؟ طيب أعيد الكلام مرة أخرى، هي دقيقة جدا. انتهينا من ربا الجاهلية. ربا الجاهلية لا يجوز فيه أي صورة مستثنة، وإنما الخلاف فقط في مناطه، فالمذهب أنه خاص بالأموال الربوية فقط، والرواية الثانية أنه عام في جميع الأموال. انتهينا منه. أدأت الآن أتكلم عن نوعي الربا عن نوعين الآخرين، وهي ربا الفضل المجرد الزيادة، أو ربا النسأ من غير الزيادة. المذهب أنه يحرم بيع الفضل ربا الفضل وربا النسأ مطلقا إذا كان المال ربوي، سواء كان جنسا أو جنسين كما بينت لكم قبل قليل، يحرم مطلقا، لا نستثني شيئا. إنما يستثنى عقد آخر، وهو عقد القرض. أعطيك 50 قرضا ردها لي 50، هنا يجوز، مع أنه نسأ، فيه نسأ، فيه تأخير. لكن لو قلت خذ 50 وردها لي 50 بكرة صرفا حرام، قرضا يجوز. نص على هذا المعنى ابن قدامة في الموفق، قال إذا قال قرضا جاز، وإذا قال صرفا أو بيعا حرام. نص. وهذا مشكل، لأن أغلب الناس لا يعرفون لفظة القرض ولا الصرف، يقول خذ وعطني بس. نحن نقول على الرواية الثانية إن ربا الفضل مجردا والنسأ مجردا إذا اتحدا الثمن والمثمن جنسا، كلاهما ذهب، كلاهما ريالات، نوعا كلاهما بر من النوع الفلاني، اتحدا جودة كلاهما من ليس أحدهما يعني سيء والآخر ضعيف، بل كلاهما متحدون في الجنس والنوع والجودة، اتحد الجنس والنوع والجودة، فإنه يجوز الفضل وحده ويجوز النسأ وحده، ولا يجوز الجمع بين الفضل والنسأ، لأنه ربا جاهلية. أعطيك 50 تردها لي غدا 50 يجوز، لأنه ينقلب إلى عقد قرض وهو عقد تبرع،
أعطيك 60 تردها لي الآن 100 يجوز، لأن في مجلس واحد يجوز، لأن هذا ربا زيادة، ربا فضل، يجوز الرواية الثانية في المذهب. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مآله للتبرع، ما في أحد يعطي واحد 50 يقول عطنيها 100، هي حقيقتها هبة، هي حقيقتها هبة. وبناء على ذلك فإننا نقول إنه يجوز على الرواية الثانية. ما وضحت آخر نقطة قد تدخل في الصرف، إذا قال له في المجلس أعطني 50 وأعطيك مثلا 60 قد تدخل في الصرف. المذهب يحرم إذا قال صرفا، وإن قال أعطني 50 وردها لي 50 وهذه العشرة هدية لك يجوز. الرواية الثانية يقول ننظر للمقاصد، فما في عاقل يعطي آخر 50 ريال ليرد له 50 ريال نفس الخمسين ريال نفس الجودة نفس الجودة، عفوا يعطيه 50 ليردها له 60 ريال كذا، ما في لابد أن يكون فيه اختلاف، لابد أن يكون فيه اختلاف في الجودة، مثل هلل وريالات، نعم فيه اختلاف في جزئية من الصفات مثل هلل وريالات، هو محتاج لأحد الصفتين، لكن 50 تردها لي 50 ورقة واحدة تردها لي ورقة، عفوا 50 تردها لي 100 ما تقبل إلا فيها معنى التبرع، فهي معنى الهبة. هو واضح، لكنه يرجع قد إلى القصد، قد يقصد به الصرف مثلا، وإلا لماذا يعني ذكر لك على الثانية ما يقصد الصرف أبدا؟ على الرواية الثانية، على القول الأول، أنت عم تتكلمني عن الرواية الأولى للثانية، الثانية يقول لك لا ما يقصد الصرف، عطني صورة قصد الصرف. هو في مجلس قال له خذ 50 وأنا أو وأعطني مثلا أو العكس، أعطني 50 وسأعطيك 60 أو 70 من غير تحديد أي سبب. ما هذا حمق، إلا هو تبرع، لابد معنى التبرع، تبرع هذا. الرواية الثانية تبرع، الرواية الأولى حرام. خلنا أعطيكم صورة لكي نقف الآن، أظن أوشكت الإقامة، سأرجع الدرس القادم سأعيدها مرة أخرى بإذن الله عز وجل عن هذا الموضوع، لأني بعد العشاء أعتذر منكم، عندي ارتباط اجتماعي. قبل أن أبدأ الأخوان الدرس، أظن الأخ حمزة، الشيخ حمزة له عنده غرض لكم، كل الأخوان يحضرون درس سيعطيكم غرضا للجميع. أريد أن أضرب لكم مثالا سنرجع له الدرس القادم إن شاء الله. عندما تذهب لصاحب بقالة وتقول له هذه 100 ريال أعطني فيها فكة، فيقول لك هذه 50 وخمسين الثانية ليست عندي، تعال غدا. على مشهور المذهب وهي الرواية الأولى، هذا الفعل ماذا يسمى؟ صرف، هو صرف، لكن نسميه ماذا؟ ربا نسيئة، نسيئة مجرد من غير زيادة، قال أعطيك 50 و50 غدا. يقول ابن قدامة لكن إن قال أعطني 50 صرفا و50 تكون قرضا جاز، هي 50 صرفا و50 قرضا، يقول يجوز. هذا على قاعدة نتو على الرواية الثانية، أنه إن أعطاه 50 الآن و50 مؤجلة يجوز. لماذا يجوز؟ على كلامي ذكرته قبل قليل، لماذا يجوز في 50 الثانية التأجيل، سواء قال قرضا، سواء كان قال صرفا، سواء قال بيعا، سواء سكت، لماذا قلنا يجوز؟ جنسا ونوعا وجودة، 50 50، ما قلنا دولار وريال، ريال، فمآل العقد إلى التبرع وإلى كونه عقد قرض. فالحقيقة هو فرقنا بالصفقة، كنت ناوي أتكلم يوم عن تفريق الصفقة لكن ما أمكنني، تفريق الصفقة في 50 الأولى صرف وتقابض، وفي 50 الثانية إنما هي قرض. سأرجع إن شاء الله الدرس القادم أعيد هذا الكلام بأسلوب آخر قد يكون إن شاء الله أوضح من هذا الأسلوب ذكرته اليوم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.